نبدا نغني على طول ولا نبدا نقول الاول وبعدين نغني؟ هتقول لي واحد فينا انت قول الكلمات وبعد كده نغني مع بعض. طيب الكلمات الكلمات ركزوا معايا يا جماعه، الكلمات لوحدها الاول. يا ايها القراء الذي، انا بنصحه يعني بقول له يا ايها القراء الذي تشلحت مخروقا على البهبوز، يعني هي مش عايز اتكلم عن اهدافه بس هو يعني موقفه سيء. هو يا ايها القراء الذي تشلحت مشحوطا على البهبوز، لو كان شلحك مشحوطا ذهبني لكان مدبانك خوكة سرندلي. انا مش عايز اقول يعني مش عايزك اقول له ايه، ما تقولوش حاجه، ما انت اول كلام واضح اصلا، كلام واضح اي حد يسمعه هيفهم على طول. خدوا ليك بس يعني كان جواك وتصرف يعني. سخن بس لو كان شلحك مشحوطا ذهبي لكان دبانك خوكة سرندلي. حلو حلو سرندلي، حلو ناخدها عند العالي ممكن نعيش من لو كان شلحك مشحوطا ذهبي لكان دبانك خوكة سرندلي. انت كده عليه ايه رايك؟ ايه رايك يا جماعه نقفلها في العادي ولا نقفلها في السنة؟ مش عارف، حاسس في الوقت اكتر، في الوقت احسن. يا ايها القراء الذي تشلحت مخروقا على البهبوز لو كان شلحك مشحوط الذهب لكان ببالك خوكة. لكان ببالك خوكة سرندلي. حلوة حلوة الحشدة، حلوة الأكلة دي، ما أنا أحب الرعب.